السلام عليكم آه النهارده هنتكلم كده شويه على الموبايل آه وازاي الاوبشن بتاع التيمز انا اكون عندي واتعامل معاه بالظبط زي زي اللابتوب آه اول حاجه طبعا انا بدخل على الستور وبعدين اعمل داونلود دي نسخه التيمز بتاعتي من اي نوع موبايل وبعد كده اللي هيحصل ان انا هدخل هيفتح لي تيمز هدوس عليه هيفتح لي تيمز غالبا تيمز بيفتح لي على الجزء اللي كان مفتوح بنفس الاوبشن وبنفس الترتيب اول حاجه في الاكتيفيتي وبعدين في الشات وبعدين في التيمز والكالندر وبعدين الكولز اللي عندي هو غالبا بيفتح على اخر حاجه انت كنت فاتحها يعني لو كنت فاتحه الشات هيفتح الشات وهكذا مش زي ما هو هنا كده ايه فاتح لي الـ الجزء الثاني او لما بدخل انا هفتح الشات انا فاتحه التابه بتاعه الشات زي ما احنا شايفين كده سهل جدا وبسيطه هختار الناس اللي انا عايزه اعمل معاهم شات وهتلاقي ان هو اتفتح لي بالمنظر ده بكل التولز اللي موجوده عندي يعني عايزه ابعت له صوره عايزه اعمل ابعت حاجه اعمل له الكلام ده نفس الفكرة بتاعت اللابتوب مفيش اي اختلاف عايزة ادخل اعمل اكلمه فيديو اكلمه كل احط فايلز اعمل مو يعني نفس الكلام بالظبط او برضو لو انا فتحت التابة بتاعت التيمز الجروبات اللي عندي وعملت سكرول داون كده هتلاقي ان كل الجروبس وكل الكلاسز بتاعتي موجوده هنا فبرضو الدنيا ماشيه كويس طيب ولو فتحت الكالندر بتاعي كل الحاجات اللي انا كل الميتنجز اللي معموله اللي انا عاملاها او اللي حد طالب ان انا ادخل عليها جست ان انا هعمل جوين هدخل على الايه الكالندر بتاعي وابدا تعم طب لو انا عايزه اكريت جروب من الاول يعني عايزه اكريت ميتنج من الاول شايفين علامه البلاس دي اوكي انا هدوس عليها علشان اعمل ميتنج لما اعمل ميتنج بنفس الترتيب هيقولي لي اكتبي التايتل اللي هنا هكتب اسم الميتنج واكتب اسم كويس وقوي على اساس ان انا اعرف ارجع له بطريقه كويسه عايزه اضيف بارتيسيبنت ممكن اضيف هنا زي ما احنا متعودين ايميل ايميل واحد فقط وليكن ايميل مديره المدرسه او السينيور بتاعي عايز تحط حضرتك تشانلز هنا لو انت بتجي 6 اي مثلا وعايز الايميل اللي حضرتك, حضرتك بتكريته يروح على طول على الجروب بتاعك اوكي حط اسم الشانل هنا لما ندوس على الار الصغير ده هتلاقيه هو فتح لك كل التشانز اللي, اللي انت عايزه وبعدين حضرتك تحدد هو يبدا امتى وينتهي امتى هيتكرر ولا لا عايز تحط لوكيشن زي ما احنا ايه اه متعودين بعد كده خلصت دوت ما اي اختلاف حضرتك هتدوس تقول له done عملت done بالمنظر ده هيبقى عندك بقى ناقص انك انت تعمل جوين لي أي جروب طيب آه أنا كريت ودخلت على الميتنج ولنفترض ان الميتنج اللي كنت عاملاه اسمه سياحه فانا ايه خلاص لي هنا جوين انا كده ده الجروب اللي انا مكريتاه ده الميتنج اللي انا مكريتاه وعايزه ادخل عليه قبل ما ادخل عليه عندي ادي الموبايل سوري الكاميرا فانا الكاميرا دي بمنتهى البساطه ممكن افتحها قبل الميتنج احدد انا عايزه اشتغل بالكاميرا او لا عايزه اشتغل المايك المايك او السبيكر يعني انا اكون ماسكه الموبايل وما بتكلمش فيه كده اكلمه من السبيكر اوكي اقدر ان انا احدد لو دوست عليه احدد انا عايزه الموبايل بتاعي يبقى اون او اوف اقدر اضيف روم بس احنا يعني مش مش بيجيل يعني ده من هنا كمان نفس كده احدد انا عايزه اتكلم من الايفون اتكلم من السبيكر زي ما احنا اقفل الصوت خالص اوكي كل ده انا لسه ما بداتش الايه الميتنج انا كده بدات الميتنج وقلت له جوين ودخلت جوه الميتنج قافله الكاميرا فاتحه المايك بتاعي الثلاث نقط دول انا هشوف الاوبشن بتاعهم دلوقتي هدوس عليهم اوكي هتظهر لي الكلام ده اقدر من هنا اعمل ستارت recording خلاص اقدر ابقى هولد اقدر ان انا اعمل شير هي الموضوع بالنسبه لي ان انا اعمل شير يعني ان اكتر نقطتين انا بتعمل بيهم start recording والنقطه الثانيه اللي هي شير لما اقول له شير بالمنظر ده انا هشير الديسك توب بتاعي فالدنيا سهلة وبسيطة هشير الديسك توب سوري هشير يعني الشاشة بتاعة الموبايل انا آه اللي انا هشيره الطلبة بتوعي هيشوفوه طيب ولما اجي ادوس واقول له شير هي هو هيديني اختيار تاني هنشوفه مع بعض دلوقتي طب انا لما اعمل شير اصلا هيكون عندي الاختيارات دي هدوس على الثلاث نقط هيطلع لي واختار كلمه شير اوكي هيطلع لي ممكن اعمل شير للباوربوينت او شير لفوتو او شير فانا هختار اوبشن شير سكرين وبعد ما اختار اوبشن شير سكرين الشاشه بتاعتي هتظهر للطلبه هفتح صوره هتظهر هفتح موقع هتظهر الكلام ده طيب آه انا بفضل ان حضرتك تكون عامل من الستور بتاعك تعمل داونلود لي الباوربوينت كمان وتفتحها علشان تستعمل كل التولز بتاعت الباوربوينت لو عايز تمسك قلم أو ايفر حضرتك هتعمل ايه ، شكرا